هاي ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بعد ما حطيت السكر فوق هالتوت الكتير ما شاء الله بشهي. هاي الآيس بنحطها كمان، حطيته بقلبه توتة وحطيته بالفريزر. بسم الله طلع لونه كتير بشهي ما شاء الله، طبيعي مليون بالمية. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم في قناتي على اليوتيوب. اليوم رح نعمل وصفة كتير بتشهي وكتير منعشة، وخاصة هلا ما شاء الله جايين على رمضان، الله يجيبوا علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. رح نعمل مع بعض عصير التوت الشام. كل كيلو توت بنحط له كيلو سكر. رح نحكي شوي عن هذا التوت. اولا بتجيبيه بتغسليه، بس ما بتبالغي بغسله، بعد ما بتغسليه بتصفيه بالمصافي ضروري، او بتفتحيه بالصواني مشان يجف، ما بدنا يكون له مي ابدا 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 مشان ينشف. وبعدين بتضيفي، هلا نحن رح نحطه بالخلاط، فهيك ما بتقدري تحطيه بالخلاط لتضيفي له مي، ونحن ما رح نضيف له مي. فايش بنعمل بهالحاله هاي؟ رح نحط السكر على التوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هلا شوفي، بالنسبة لحلاوة التوت انتي مالكة بهالامور، اما بتحطي لكل كيلو نص كيلو سكر او بتحطي كيلو سكر، بس اكتر من هيك انا ما بحبذ يكون كتير حلو، فهمتي علي كيف؟ فبتروحي كل فيتاميناته لهالتوت المنظوم ما شاء الله لا قوة الا بالله. بتحركيه شوي شوي مشان يطلع لنا العصارة من هالتوت هاد. هاي ما شاء الله لا قوة الا بالله. بعد ما حطيت السكر فوق هالتوت الكتير ما شاء الله بشهي، فهو حطيته تقريبا بتطلع هاي العصارة خلال 5 ساعات، بس انا حطيته خمرته ليلة كاملة في البراد احسن يعني، فبطلع لك هاي العصاره. شوفي هاي العصاره من هالتوت اللي بشهي. فهلا فورا بدي اروح احط اخلطه بالخلاط واحصى واصفي. ما شاء الله هاللون هاد اللي طلع كتير بشهي من هالتوت. وهي خلصت هون صفيناها، شوفوا لحتى ما شاء الله هاد البذور بتطلع ناعمة. بسم الله. وبنحط لكل كيلو من التوت رح نحط له ليمونة، عصير ليمونة. فهلا حضرنا تقريبا ليمونة، بسم الله الرحمن الرحيم، وراح نضيفها مع التحريك. هلا اضافه الليمون لشراب التوت المركز، اولا انه هو بيمنع تبلور السكر، ثانيا بيعطيه مزازه عن جد ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهلا طبعا تاكدنا انه السكر داب 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 مليون بالميه، وهلا راح نحطه باناني او تحطيه باكياس مخصصه للفريزر. كوني رح احطهم بالفريزر فبتجيبي اكياس خاصات للفريزر مشان يكونوا محكمات الاغلاق تماما، ورح اعبيهم باكياس واحطهم بحافظات واحطهم بالفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يعني بتحطي مثلا مقدار يوم، انتي مثلا بدك برمضان الله يجيبه علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، مقدار بريق يعني بتطالعي كيف كيس بكيسه، تفضيها من الهواء وبعدين بتقفليها من فوق.
فهيك بتكوني بسم الله حصلتي على شراب التوت المركز. بجيبي هيك عندي هاي حافظة كمان، فبتكون هيك تحفظي من كل شيء، يعني اذا بتحطيه بالفريزر من روائح الأطعمة. هيك بتطلعوا كل كيس بكيسه، وان شاء الله ألف صحة وعافية. هلا بنحطهم بالفريزر. يلا بسم الله، رح نحط تقريبا كمية ربع الكاسة. بسم الله. هاي الايس بنحطها كمان، حطيت بقلبها توتة وحطيتها بالفريزر. بسم الله، طلع لونه كتير بشهي ما شاء الله، طبيعي مليون بالمية. ضيفي له شوية مي، ما تكتري مشان حسب الحلاوة اللي انتي بدك اياها بتضيفي المي. هلا طبعا ما بننسى ندوق قدامكم هالمذاق اللي كتير بشهي. وعن جد ما شاء الله بروي بروي عطش الظمآن، عن جد نكهة، عن جد نكهة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بتشهي. بنصحكم تجربوه. وخلصت وصفتي لها اليوم، كنت عاملة شراب التوت المركز وطلع من أروع أنواع الشرابات. وصفتي لها اليوم كنت عاملت لكم شراب التوت المركز اللذيذ، طبيعي مليون بالمية، وطلع من أروع أنواع الشرابات. إذا حبيتوا الوصفة، حبيتوا طريقة التحضير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو للأصحاب. ونختم بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.